هاي ملك. هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله منيحة، أنت كيفك؟ نشكر الله. عرفتي حلقتنا اليوم عن شو؟ عن البصل. عن البصل. وفعلا شيف، لما عرفت إنه الحلقة عن البصل فحبيت أعمل ريسيرش لأخد هيك معلومات مفيدة. يعني المعلومات المفيدة عن البصل أو إفادة البصل للجسم كتير كتير، فلدرجة إنه أنا ما عارفة وين بدي بلش، وخايفة أنسى شي معلومة هيك مفيدة يعني تكون إفادة للمشاهدين. طبعاً مثل ما عم تقولي فوائد البصل هي كتير عالية، فاليوم حنعمل 3-4 طبخات بالبصل. حنعمل فطيرة بصل على الطريقة اللبنانية، بيحطوا فيها سماق وحر والأخرية. حلو. حنعمل فطيرة بصل على الطريقة الفرنسية بالميلفاي مع الجبنة. كمان حنعمل تارتتان البصل اللي هي مثل الدسير شوي. واو. شيء تعتبر حلو. وحنعمل شوربة البصل اللي هي كتير مشهورة بالعالم، والعالم في كتير بروح على هلا على مطاعم بيسألوا عن شوربة البصل، لأنه مزبوط شايفة تعمل ياس وكلاسيكي كتير كتير كلاسيك كلهم بيسألوا عنه. إنه قلت لي مثلا فطيرة بصل، تارت بصل فرنسي مع جبنة، بس حلو البصل أو تارت البصل؟ لأنه من هي اليوم البصل من هي خضرة يعني أوكي خضرة. بس لما بس يستوي هو لحاله بكارمل، في قلبه شويه سكر وقلبه كربوهيدرات بقلبه، بتحس طعمه صارت حلوه، خاصيتها البصل الابيض بيعطيها طعم الحلوه. بتعرفي لما هيك بيقولوا شوحوه بالزيت زيتون، بعدين مثلا بالمطبخ الايطالي بتنقتل الطعم القاسي اللي فيه 100%. بالمطبخ الايطالي في عندهم دب بس بصل مقلب زيت زيتون، بحطوه حط كله صحون، يعني كيف مثلا احنا بنحط توم، هن بحطوا بصل هذا المقلب زيت زيتون وبغطوه مع خبز وبياكلوه، فلانه بيصير هالطعم الحلو اللي فيه. أوكي. هلا حنبلش باول طبخه. حناخذ بصل احمر، اكيد البصل في كذا نوع، ابيض احمر، في الشالوت الصغار، يعني كل واحد عنده الحديه تبعه بتخف. البصل الاخضر، البصل الاخضر هو البصل الاخضر العرق تبعه من فوق، اكيد مش تحت، هيدا بيطلع تحت الارض وفوق بيطلع البصل الاخضر، بس هو كمان الاخضر العرق الاخضر بناكله 100%. معنا عندك البصل في السلمونه، في كذا نوع، في اللون بني فاتح، في بني غامق، ابيض ابيض مطول، في كذا نوع بصل. هو اكيد ما ننسى انه مع عائله الثوم، فمشان هيك بيقربوا بعض بيقربوا بعضهم. هلا كل العالم بفكروا انه الثوم عنده فوائد اكثر، في دراسات بتقول لا الثوم عنده، البصل عنده فوائد اكثر الثوم، فبس يعني بعد في بس اكيد بكره رح نعمل حلقه أكيد عن الثوم شيف. اكيد. هلا حناخذ البصل جميانه، حتى بسمع انه اذا بدنا نعمل مثلا طبخه يكون لونها على احمر شوي، نستعمل البصل، نستعمل بصل احمر 100% لانه بيعطي لون احمر اكثر وبيلون اول شيء. ثاني شيء هو بياخذ لون لنقول بني على احمر اكثر من البصل الابيض. هلا هذا البصل حنعملهم جوانح، اكيد ناكد انه الجوانح يكونوا قد بعضهم. اذا ما بنعرف نقص على السكينه، في مكانات بتحطيها بتنزل كل شرحة قد بعضها. هيدي اللي أنا بستعملها يا شيف، يعني إنه كنا نحس قصاص، أو بعدها ست البيت لليوم بتحس قصاص إنه تقطيع البصل، بس هي لو إنه لأنه بيدمع العيون. إيه بس إنه يعني بخلي ما قلنا شو قلنا شو بقول لك أنا على طول على البصل؟ نوقف بمحل فيه هواء أو بوجه الشباك، أما ليصير في مجرى هواء يوم قبل، فبخف منه الحدية. إنه هو في شيء يعني هو أصلاً كثير عالي بالكبريت، وفي بقلبه نوع من المواد اللي بس ينقص بيصير مثل غاز، بصير يطلع بيتبخر بالهواء، هذا بفوت على نخيرنا وبنحس حالنا حندمع. هلا عملنا البصل الجوانح، حناخذ بيف بيكن. يعني فعلا شايف لما السيده تعرف قد ايه البصل عنده فوائد رح يصير عندها متعه يمكن بتقطيع البصل. فهلا حنحط البصل. اوكي. تمام على التارت. طيب اليوم الاكل يعني بناكل بصل وبننسى اللي حصل، شو رايك بهالمقوله يا شيف؟ كمان مقوله، لانه ولا مره اكلت بصل ونسيت شيء، يعني ضلت اليوم بالعكس تاني يوم بتذكر اكثر. ايه ف ما بعتقد مقوله جيده. هيدا حتى انا مع بيف بيكن حناخذ طعمه السموك من البيكن مع اللحمه. ما تنسى انه شوي مالح البيكن اكيد، فهلا حنحط معه شويه سكر بعد لتحمر كلها مع بعضها. بهالوقت حنعمل عجينه مع الطحين، من الطحين للفطيره البصل على الطريقه اللبنانيه. يعني كانه ما نعمل عجينه فطاره البسبانه 100%.